من اليوم السابع الرئيس السيسي يوجه بتوفير التسهيلات لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات. أستاذ علاء، إزاي الدولة دعمت المستثمر بإجراء تسهيلات في بعض كل ما يخص الاستثمار في مصر عشان يكون في مستثمرين كتير؟ يعني طبعا خلينا نقول على شيء مهم جدا. احنا عارفين ان اللقاء ده دايما بيبقى، يعني دايما بيبقى فيه لقاء شبه اسبوعي او اسبوعي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي. يمكن لقاء ساعات في بعض الاحيان بيبقى لقاء يومي في ظل رغبه الدوله المصريه في انجاز المهام المكلفه بها، سواء من رفع معدل النمو، مواجهه التحديات، مواجهه احتياجات المواطنين في ظل حاله ارتفاع الاسعار اللي هي بتشهدها اللي بيشهدها العالم في ظل الفتره الاخيره. لكن عندنا طبعا حاجات محدده يمكن الرئيس بيركز عليها وبيشرف عليها بنفسه، وهي مجال زياده الانتاج في كافه المجالات اللي من اجل رفع معدل النمو. كلنا عارفين ان مصر من الدول اللي هي حققت معدلات نمو تكاد تكون جيده في السنوات الاخيره على الرغم من ازمتي كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. يمكن احنا تعدينا او اقتربنا من 4% معدل نمو، لكن الدوله بتطمح، وزي ما كل بيوت المال الاقتصاديه او المؤسسات العالميه الاقتصاديه كلها اكدت ان مصر تمتلك مقومات هائلة وجبارة في ظل الإصلاحات الشاملة اللي شهدتها على مدار السنوات الأخيرة أو السنوات الثمانية الأخيرة بالتحديد بشكل أكثر دقة، بعد إصلاح البنية الاقتصادية بشكل عام وإصلاح البنية الجغرافية وإصلاح أو زي ما بيقولوا أن أنا عندي مقومات ثابتة لوجود استثمار سواء داخلي أو أجنبي او محلي او اجنبي يظل في هذه الفتره بالتحديد اللي بتعمل عليه الدوله بشكل كبير جدا لرفع معدل النمو. يمكن الشيء ده هو شيء مهم جدا عشان اكون جذب، او زي برد على سؤال حضرتك ان انا علشان يكون عندي يعني مقومات جاذبه للاستثمار، ان انا عندي يكون البنيه التحتيه تكون على اعلى مستوى، ان القوانين الاقتصاديه والقوانين الشامله وما يجب وما يضمن المستثمر ان هو يكون على يعني على 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 زي ما بيقولوا على اقصى او على ما يرام في ظل هذه الظروف. ويمكن احنا شفنا الكلام ده في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا بعد اصلاح البنيه التحتيه في مصر بشكل كبير جدا في كافه المحافظات من خلال المشروعات اللي بتقوم بها الدوله، او من خلال القضاء على الروتين وتسجيل العقبات امام المستثمرين سواء المحليين او العرب او الاجانب. من جانب يمكن اللقاء يعني لقاء وزير الاستثمار الدكتور حسن الخطيب، يمكن الرئيس اكد على شيء مهم جدا وهو زياده الانتاج الصناعي. كلنا عارفين الانتاج الصناعي هو قاطرة التنمية، ويمكن داخل زي ما حضرتك قلت داخل في إطار رؤية مصر 2030 اللي هي يمكن حددتها الدولة في الفترة الأخيرة، علشان إن أنا أعبر كل هذه المراحل لابد إن أنا على الأقل أصدر ب 100 مليار دولار سنويا. طبعا يعني حتى لو الرقم كبير، لكن هي الأحلام زي ما بيقولوا ممكنة. استطعنا أصوات كبيرة جدا لأن ده الحل الوحيد. يمكن احنا شفنا قطاعات مجالات ما كناش بنقوم فيها باي تصدير، زي مثلا الانتاج الدوائي. لما نشوف ان احنا في خلال سنه واحده وفي خلال السنتين الاخرين كل عام بنصدر ما يزيد عن مليار دولار ادويه سنويا او مستلزمات طبيه، ده شيء مهم جدا. شفنا بقى عندنا اعاده تصدير المنتجات
الصناعيه باشكالها، سواء كانت منتجات قطنيه او منسوجات او غيرها من المنتجات الزراعيه، اللي ده هدف اساسي للدوله. ما يعني يمكن التوسع كمان واللي سياده الرئيس بيرغب فيه، ان انا حتى الصناعات الثقيله زي ما شفنا في المؤتمر الاخير، مؤتمر الطيران اللي كان في العالمين، وقبل مؤتمر ايدس اللي احنا كنا بنعمله، بدانا نصنع صناعات ثقيله ما كانتش عندنا موجوده قبل كده. وده اللي يمكن اللي الرئيس او الفكره اللي طرحها رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ال 100 مليار دولار هي ممكنه فعلا اذا احنا يعني استطعنا ان احنا ننجز مثل هذه القطاعات او ندعم مثل هذه القطاعات الكبيره او الصناعات الثقيله. واحنا يمكن شفنا المشروعات اللي هي اللي اقامتها مصر الفتره الاخيره في عدد كبير جدا من المحافظات المصريه، وشفنا اقتحمنا المجالات كثيره انتاجيه ما كناش بندخل فيها، سواء في السلع الكهربائيه وحتى صناعات الطيارات اللي هي اطلقنا فيها الفكره الشامله للصناعه اللي طالب بيها سياده الرئيس، او ان هو بيحاول سياده الرئيس ان هو يعممها في مصر كلها، وهي فكره توطين الصناعه. توطين الصناعه حتى لو انا بستورد سلعه او جهاز معين او اي شيء معين من الخارج، لابد ان انا اكون ليا فيه مكون بنسبه كبيره، حتى لا يكون هناك لا نكون عرضه لاي اسرار، زي ما شفنا بدايه من الصناعات الخفيفه مرورا بالصناعات الثقيله نهايه بالصناعات العسكريه اللي بقى لنا دور فيها كبير جدا، ويمكن احنا حققنا فيها طفرات على المستوى المهم. الرئيس يمكن وجه دوله رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بتسجيل كافه العقبات امام المستثمرين العرب والاجانب، ويمكن ده كمان شاهدناه باصدار توجيهات من سياده الرئيس لدوله رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بزياده التوسع في منح الرخص الذهبيه والقضاء على كل المعوقات امام المستثمرين. اكيد كلها خطوات ايجابيه والاجانب.